زين ما كانوش خير منها اليوم. صحيح كنا اليوم احنا خير منهم، احنا فوق تراخل منهم، لكن على غالب على كورة مرجعوا دموت الأول، من بعد حاولنا هنا مش نرجعوا على غالب. نطلب اسماح من الشعب الكل اللي جاي يتفرج فينا في قطر، وإلا اللي استنى فينا في تونس. حبينا معناها تنفرحوهم، نعرفوا اللي في تونس تعدينا معناها بزمات، نعرفوا في تونس تفرحهم أكثر حاجة تفرحهم تجمعنا هي الكورة. على غالب حبينا نفرحوهم، ما كتبش اليوم ان شاء الله في كلوب دافريك، ان شاء الله نفرحهم ان شاء الله. شنو عمل الديفيرونس اليوم؟ شوف ديتاي غير صغير، شفنا احنا ضيعنا الكرة الاولى، الكرة الثانيه، الكرة الثالثه، جاتهم كرة واحده حطوها، مبروك عليهم، ان شاء الله احنا نصلحوا روحنا، والمشوات الجايه ان شاء الله خير ان شاء الله. صراحه كيفاش تشوف المشاركه؟ تعتبرها ناجحه بالنهائي والا كانت تكون بخير؟ بالطبيعه جايين كاسم كملاعبيه ككريتي ملاعبيه جايين على لقب، لكن الله غالب وصلنا للنهائي. نتصور معنا ما نهبطوش ريوسنا، نهزوا ريوسنا، وصلنا للنهائي، خسرنا مع الجزائر، وكانت مباراة 50-50. الله غالب، زين عاود لك، مبروك عليهم، وان شاء الله احنا غنزل. بالنسبة لك انت كنا نشوفوك اكثر في المقابلات، ونجم نشوفوك اكثر ان شاء الله. الشوا هذا نتاع غنطرنا نحترم الشوا نتاع، ان شاء الله في الماتشات الجاية غتشوفوني اكثر ان شاء الله. ميرسي.